السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا النهاردة بخير وفي احسن حال يا رب. النهاردة زي ما تعودنا كده، لو بنتك او ابنك متأخرين في الكلام او في النطق عامة، النهاردة ان شاء الله هنجزأ برضو القرآن. كل اللي انتوا هتعملوه ان احنا هنجزأ الايات. يعني ايه؟ يعني هنقول بسم الله، هيقول ورانا. لو معرفش يقول كلمتين هنبدأ معاه بكلمة واحدة، تمام؟ وكل لما يقول الكلمة الصح هنقولها وراه، ولو قال كلمة غلط احنا لازم نعدلها ونفهمه الصح، يعني ما نمشيش على زي ما هو قال الكلمة. يعني نبدأ معاه في الأول كلمة واحدة، وبعدين لو قالها صح نبدأ معاه في كلمتين، تمام؟ يلا مع بعض بقى نقول سورة الفلق. بسم الله بسم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الرحمن الرحيم. قل أعوذ أعوذ قل أعوذ أعوذ رب الفلق أبعك برب الفلق. أبعك قل أعوذ برب الفلق أعوذ أبعك من شر ما خلق. أك من من شر لا من شر الشر شر ده شر ده ما خلق أك ما إيه خلق. ومن شر ومن من ومن من من و من 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 شر لا غاسق لكن غاسق لكن إذا وقب إذا إذا وقب. أكب ومن ومن من و من 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 شر لا النفاثات في العقد. اسم كاب النفاثات اسم ل النفاثات اسم ل ال لم نفاثات اسم النفاثات في العقد. حسيت غاب ومن من و من ومن من شر تم حاسد أستن حاسد أستن إذا إذا حسد. أسد بسم الله م الرحمن م الرحيم. ميم. قل أعوذ أعوذ رب الفلق أبعك من شر من شر أصدق من شر لا من من شر لا ما خلق. أك ومن شر لا ومن شر لا غاسق لكن غاسق لكن إذا وقب كاب إذا إيش وقب. كاب ومن شر لا ومن من شر لا ومن شر إيش عند النفاثات في العقد. كاب النفاثات إيش عند في العقد. أكت ومن من شر لا حاسد أتم حاسد أتم إذا حسد أتت إذا حسد. أتت صدق الله أه صدق صدق دق الله أه العظيم. جيم
صحابي. وطبعا احنا النهاردة قلنا سورة الفلق، وهو طبعا إن لو تلاحظوا ان انا كل ما اقول جملتين او ثلاث جمل ما بيعرفش يقولهم، لازم انا اجزأ جملة جملة. فاحنا معلش احنا لازم نتعب في الاول، بعد كده هنرتاح وهيبقوا كويسين معانا ان شاء الله. وطبعا زي ما انتوا شايفين ان في جمل او جمل هو مش بيعرف يقولها، فاحنا لازم نجزأها. يعني شر لازم نقول لو قال حرف الشين زي ما احنا بنقوله كده يكون هو كويس في الشين بس مش عارف ينطق الاسم. مرة على مرة نجيب له حاجة بحرف الشين ويبدأ ان هو يقولها. وزي النفاثات نجزأ له الجملة لانها كبيرة عليه، لازم نجزأها له. تمام. طبعا اشوف وشكم بخير وعلى خير ان شاء الله. فيديو جديد، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.